السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في لاشين داليا غيونتال. الوغ بما كنت وريتكم ديجا لا فيديو كيفاش كنعتني برجلي، كيفاش كنغسلهم، كيفاش كندير لهم هذيك الوصفه السحريه اللي كتخلي رجلي يكونوا ناعمين والكوماج، راه نخلي لكم في لا باغ دانفو لو ليان تاع اللي ما شافش لا فيديو الاخرى، راه خصو يشوف الفيديو الاخرى عاد باش يكمل. هذه سي لا دوزيام بارتي باسكو كان الفيديو طويل. الا درت هاد لي ماسك ومع لي كريم صافي طرو، دونك سي بور سا فرخصهم على جوج. دونك بالنسبه فاش كنغسلوا هذاك لو الصابون اللي كنت درت رجلي، تيبقى فريمون رجلات كنقيقين وكتحس بهم رطب بزاف بزاف بزاف. دونك ابري خص اوبليجي ديري لهم واحد الكريم باش يضغطيهم مزيان دو بلوس لي يبقاو النيت فريمون رطب. دونك لا كريم الاولى انا كنحتاج الزيت البلديه اللي غنيه عن التهريف، اللي غزاله 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 ديما كنهضر عليها في الفيديو. ثاني حاجه اللي حتى هي مهمه كناخذ شمعه، عرفتوا داك الشمعات اللي تيكونوا هكا هادو، دونك انا كناخذها كنحيد لها هذا الرويس هذا وكنخد ليه هادو. دونك انا هنايا في هذه الوصفه هذه احتاجت واقيلا شي 6 ديال باش تعطيني هذه الكميه هذه، 6 بحال هادو خديت 6 بحال هادو. دونك كنديرهم في كاسرونه، هادشي كامل كنديرو في كاسرونه. ابخي عصير نتاع الحامض، كنعصر الحامض حتى هو كنزيدو فيه، وشويه ديال الزويته، شويه الزيت اللي بغيتو. انا خديت هادي ديال كادو نتاع لي بيبي، مي نتوما تقدروا تاخذوا سي الزيت اللي متوفر عندكم، وباش اونكور بلوس الكريم ديالنا يعطينا الريحه وتكون فيه الريحه زوينه. عرفتوا هاد الروائح هادو اللي تيعطيونا ايشونتيون فاش كتشري شي حاجه، تيبقاو غير محطوطين، دي فوا شي لحمه كتوتيليزيهاش وهي كتكون واخا تكون زوينه، دونك كترشي فيها على هاد الشكل هذا باش الكريم ديالك تيكون فيه واحد الريحه زوينه. تنبقى تنغلي هادشي كامل مع التحريك، كنحرك 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 و كنحركو فريمون مزيان حتى كيبقى يطلق واحد الكشكوشه وكتشمو ريحه الزيت البلديه. دونك تخلطوا هذا الخليط كامل تيبدا تيبس بحال هكا. دونك شوفوا معايا كي كيولي هذا الكريم فريمون، هذا اي توب، هذا الكريم هذا فريمون واعر وما كيتكلفش شي حاجه. هانتوما هادشي زعما عادي، ماشي شي حاجه متوفر زعما هادشي عندنا في البيت في الدار. مهم دونك كنشد هادشي كامل فريمون حتى كيبس شويه، انا راه مازال شويه سخون. ها نتوما كي كتشوفوا كي كيولي على هاد الشكل، وكناخذ الرجيلات كنبدا كندهن رجليا، ما عرفتش واش كيبان لكم، كنبدا كندهن رجلي بهاد الشمع بهاد الماسك هذا، وما نساش ما بوسط الصبيعات حتى هما اوب. و بيان سور هادشي كاع الوصفات اللي تيبقى لنا منهم طريف زعما شويه، راه ما تيضيعش، كديروه في قريعات بحال هكا وتيبقى لكم كريم اللي ديروه يوميا ولا في الليل ولا مهم على حسابكم. انا غير كنعطيكم اقتراحات وصافي. دونك فوالا، من بعد ما كندهن رجلي كاملين ديجا سا سون بون بالبارفان، كتكون ريحه زوينه عافيه. كناخذ الميكات اللي عندها شي ميكاب شاركنا نجبدها ونحشي عاوتاني رجلي باش يشرب مزيان، نخرج بيان سيغ الهواء اللي فيها باش يشرب مزيان. شنو داك هاد الكريم هذا اللي درنا باش يشربو فريمون مزيان في الرجيلات ديالنا ويوليو رطب. وما تنساوش تقيش راسك ديما باش ما تلقيش بميكات مشي طحي الله يستر ولا شي حاجه. دونك ديما اللهم سلامه ولا ندامه. دونك فوالا، هذه الوصفه الاولى، الكريم الاول اللي فريمون زوين اللي بغات رجيلاتها يوليو رطبين. دونك بقاو معايا باش تشوفوا الوصفه الثانيه. الوغ بالنسبه للوصفه الثانيه كنحتاج كيف ديما زلافه، فازلين، نيمبورط فازلين اللي عندكم، ماشي بالضروري هذه، وشويه ديال الزيت اللي غادي نوتيليزيو باش يعاوننا الحامض، العصير ديال الحامض، وهاد فيك هذا اللي كيدار في البرد واللي معروف على الرواح وكل شيء، حتى هو تيخصني شي باش يتحل. ايبا فوالا هذا، وشي الطاسه ديالنا باش فاش تيبقى لنا داك الشيء الخليط اللي تيبقى تنديروه فيه. دونك بحال هكا كناخذ شويه ديال الفازلين، كندير الخليط ديالي هنايا، شويه ديال هذاك الفيك، انا ما غاديش ندير كميه كبيره، والعصير ديال الحامض حتى هو غادي نخلطوه هنايا، وشويه ديال داك الزيت اللي انا بغيت ندير.
فوالا دونك كنخلط هاد العناصر كامله على هاد الطريقه هادي فريمون مزيان. تيشرب ليا فازلين هاد الخليط الحامض. وبالنسبه للبنات اللي ما يقدروش يديروا هاد الكريمات كاملين راه تقدروا ديروا غير فازلين راها كافيه فريمون كافيه. وري نفسكم ديروها بحال هاد الطريقه اللي غادي نوريكم دابا. المهم غادي نخلط من بعد ما جمعت كاع العناصر غادي ندهن بهم رجلي بيان سور. غادي نبدا من التحت على هاد الشكل. سمحوا لي الصداع ولادي اليوم راهم جالسين من المدرسه دونك دايرين حاله تيخطو البريهيشه ديال تسنيم. ديجا كتشمو ديك الريحه ديال فيك فريمون رائعه رائعه بحال هكا. و بيان سور الميكا كيف ديما نخرجوا منها الهواء باش مت دونك وتعقديها وعاد ابخي كيف ديما تقشيره. فريمون هاد الطريقه هادي البنات ديال التقشيره والميكا راها فريمون ايفيكاس وزوينه بزاف. دونك فوالا من بعد ما درتو الصباح تيبقى تخديت. بالنسبه اللي كيقدر يبات تقشر راه جو بونس امبوسيبل ملي تخدي ديريها النهار كامل ولا واحد الساعه ولا ساعتين حتى ني تحسي بها فريمون شرب وتعرق رجلك مزيان. ومن بعد عاد الا بغيتي ديري كريم بحال هذا انا كندير هذا ديال كارفور ولا لا ميور اللي واعره اللي معروفه ديك زيغيل اللي كدار بالجسم كامل اللي حتى هي راه تقدروا ديروها بهذه الطريقه. المهم هو ابخي تضغطيو مزيان رجليكم. دونك كنتمنى هاد الوصفه تكون عجبوكم وما تنساوش جيمي لايك جيمي لايك نابورت كوا جيمو ابوني الا كنتو مازال ما تابونيتو باش تزيدوا تشجعوني اكثر باش نقدر نزيد نعطيكم بزاف ديال لي فيديو.